بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا الليلة أن يكون معنا الأستاذ أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب يحدثنا عن مستقبل البرلمان، وهذا هو الموضوع الرئيسي الذي سنتحدث فيه. سنترك الأستاذ أشرف ثابت أن يتحدث لمدة نصف ساعة، ثم نطلب من حضراتكم تقديم الأسئلة مكتوبة حتى نستطيع أن نقدمها للأستاذ أشرف ثابت في حزمة من الأسئلة يستطيع أن يجيب عليها. مسألة مستقبل البرلمان مسألة بالغة الأهمية. أحب أن أؤكد أيضا أن الأستاذ أشرف ثابت يحضر هنا بصفته وكيلا لمجلس الشعب وليس ممثلا لحزب النور، وأتصور أنه الموضوع بالغ الأهمية لاعتبارات مختلفة، أن هذا البرلمان تحيط به ثورة توقعات كبيرة من طرفين بالغ الأهمية، طرف ليس في تناقض وإنما في تكامل من وجهة نظر، طرف يمثله الثوار وميدان التحرير وله متطلبات تتعلق باستكمال أهداف الثورة، كما أن هناك طرف آخر مطلق عليه أو يطلق عليه البعض الشعب الاجتماعي، شعب مصر الذي يتوقع من هذا البرلمان أيضا مجموعة من القوانين والإجراءات والأدوار التي تساهم في تحسين مستوى معيشته. مرت أسابيع على انعقاد البرلمان وقد تعرض لأحداث جسام وأحداث كثيرة، أتصور أن الأستاذ أشرف ثابت سيعرض لها ولمداخل التعامل مع المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، يعني أوجه الشكر لهذه الدعوة الكريمة من حضراتكم، وأوجه امتناني وشكري لجميع المستمعين والحاضرين، ويعني أرجو أن أنا يعني خلال هذا اللقاء أستطيع أن أنا يعني أوضح كثير من الأمور الهامة اللي شايف إحنا كمواطنين ينبغي أن نكون على دراية بها وأن نحاط بها علما، لأن لها مردود كبير جدا في تفهم وظيفة البرلمان، اللي إحنا نفهم مشاكل البرلمان إيه، سواء كان ذلك فيما مضى أو فيما يعني يستقبل إن شاء الله. طبعا أنا أشرف أن أنا أكون أحد أعضاء حزب النور وعضو الهيئة البرلمانية بحزب النور، ولكن يعني جئت اليوم بصفتي البرلمانية اللي وصلني لها الحزب طبعا، ولكن هذه الصفة والوظيفة وهي وكالة مجلس الشعب، بكون معبرا عن المجلس كمجلس بجميع القوى السياسية المشكلة لذلك المجلس، سواء كانت من أحزاب مختلفة أو أصحاب أيديولوجيات مختلفة. مسألة البرلمان لابد اللي احنا نعرف ان من أخطر المشاكل التي تواجه أي نظام ديمقراطي في أي دولة تشريعية متحضرة، في أي دولة عصرية متحضرة، بتنحصر في ضعف السلطة التشريعية. فضعف السلطة التشريعية وعدم قدرة السلطة التشريعية، ولما أقول السلطة التشريعية أقصد البرلمان، فضعف البرلمان وعدم قدرة البرلمان على حاجة ممكن نسميها الصناعة التشريعية، دي أخطر شيء يواجه أي دولة عصرية. كذلك عدم التوازن بين السلطات ومؤسسات الدولة مشكلة خطيرة جدا، وهي بتكون يعني مؤثرة بشكل مباشر على دور البرلمان في صناعة التشريع. بقصد بعدم التوازن ان في عندنا سلطة تشريعية وعندنا السلطة التنفيذية وعندنا السلطة القضائية. تضخيم
كم وكيف أي من السلطتين بيؤثر على الأداء التشريعي وعلى صناعة التشريع. يعني لو تضخمت السلطة التنفيذية كما وكيفا ده بيؤثر بالسلب جدا على الصناعة التشريعية، والعكس أيضا إذا تضخمت السلطة التشريعية بطريقة كبيرة كما وكيفا يؤثر أيضا على الصناعة التشريعية وعلى العملية كلها اللي موجودة في الدولة، وبيحدث خلل أكيد في نظام الدولة. كذلك من المخاطر الكبيرة جدا تحول الدولة إلى نظام الحزب الواحد، ده يعني خلل خطير جدا تتعرض له أي دولة بيؤثر على الصناعة التشريعية. ليه بقى؟ لأن نظام الحزب الواحد المسيطر على العملية الانتخابية يؤدي إلى إفراغ التعددية الحزبية من مضامنها، إعدام أي دور فعال للمعارضة أو قتل أي أمل في تداول السلطة، وده اللي كنا بنعاني منه فيما سبق. يعني لما بجي أتكلم لا يعني ما بتكلمش على رؤية الأحزاب الموجودة الآن والتغير الذي حدث في الوضع العام في الشارع المصري، ولكن بتكلم كلام مجرد. في أي نظام في أي دولة نظام الحزب الواحد له تأثير سلبي جدا في الصناعة التشريعية، لأنه فعلا بيؤدي إلى إعدام أي دور فعال للمعارضة، وبيؤدي إلى إفراغ مسألة التعددية الحزبية من مضامنها التي تحتويها. كذلك بيؤدي إلى يعني قتل أي أمل في تداول السلطة بين الأحزاب، وتداول السلطة هو بالطبع الباعث الدافع إلى وجود تعددية حزبية. يعني أي حزب الأمل عنده والدافع لوجود هذا الحزب هو الأمل الذي يراود ذلك الحزب في الوصول إلى السلطة أو إلى اقتناص السلطة كما يعبر البعض. أيضا من المعلوم بالضرورة أن السلطة أو أن أهمية الوظيفة التشريعية للبرلمان بتأتي على أساس أن أي إصلاح في المجتمع، أي إصلاح سواء كان الإصلاح ده اقتصادي كان سياسي كان اجتماعي، هو في حقيقته إصلاح تشريعي. يعني أي إصلاح يحدث في الدولة متعلق بأي ناحية من النواحي هو في الأساس لما نيجي نحلله حنلاقيه أن إصلاح تشريعي. فلابد أن تكون الصناعة التشريعية اللي موجودة في الدولة صناعة جيدة، لابد أن يؤدي البرلمان دوره على أكمل وجه. أيضا قدرة البرلمان على ممارسة الاختصاصات التشريعية بتتوقف في المقام الأول ليس فقط كما يظن البعض على الضمانات الدستورية اللي بتبقى موجودة في الدستور، لا ده شيء مهم، ولكن لا تتوقف عليه، إنها بتتوقف بدرجة أكبر وبدرجة أهم على الواقع العملي المحيط بالحياة السياسية. الواقع العملي ده له دور كبير جدا في أداء البرلمان لاختصاصه اللي هو السلطة التشريعية، لأن الواقع ده ربما يؤدي إلى ضعف الأداء التشريعي للبرلمان. أيضا طبيعة النظام السياسي الموجود ومركز السلطة التشريعية فيه وكيفية تكوين المجلس ونظام عمل المجلس وممارسة رئيس الجمهورية لسلطته التشريعية، وكل ذلك يؤثر على ممارسة البرلمان لاختصاصه. وعوامل الواقع اللي احنا بنعيش فيه له تأثير كبير جدا، طريقة اختيار او سلطات رئيس الجمهورية في التشريع لها تأثير في اداء البرلمان، كذلك طريقة اختيار النواب واختيار الممثلين للشعب في البرلمان له تأثير، تكوين المجلس نظام عمل المجلس كل ده بيؤدي أيضا في بيؤثر في عمل البرلمان في ممارسة اختصاصاته التشريعية. ولذلك أنا يعني أود أن أشير إلى أسباب ضعف الأداء التشريعي للبرلمان. إيه اللي بيخلي برلمان موجود في ضعف في أدائه؟ أولا طبيعة النظام السياسي ومركز السلطة التشريعية فيه. لو إحنا جينا نظرنا إلى ما مرت به مصر من أول ثورة 52
لغاية ثورة 25 يناير وننظر إلى الدساتير الدستور المصري اللي خرج خلال هذه الفترة، هنلاقي أن كل الدساتير أو التعديلات الدستورية اللي طرحت على الشعب كلها جاية من القائد الأعلى للقوات المسلحة من ثورة 52 لغاية دلوقتي، بتيجي دايما من فوق لتحت القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتيجي كرد فعل لأحداث معينة. يعني نيجي مثلا الوحدة بين مصر وسوريا دستور، حرب 67 يجي دستور، ثورة التصحيح دستور. الله، ده الدستور اللي بيتكون بيجي رد فعل لحدث الشعب، يعني حدث كبير وبيجي له بيطلع له دستور. وكل الدساتير اللي جت من القائد الأعلى للقوات المسلحة من أول 52 لغاية وقتنا الحالي. وطبعا كان يعني دور الصفة أو الصفة الغالبة لهذه الدساتير هي غياب دور الشعب في صناعة هذه الدساتير. دور الشعب كان الاستفتاء، وكلنا عارفين ان الاستفتاء ده كان بياخذ الطابع الشخصي، يعني جمال عبد الناصر بيطرح الشعب بيطلع يوافق، ملوش دور فعال لا هو ولا نوابه، بيجي السادات طرح الشعب بيوافق استفتاء، سواء تم تزوير هذه الإرادة او لم يتم تزويرها، ولكن احنا يعني مش هو ده مكان او مربط الفرس او محور الحديث، ولكن المكان اللي احنا عايزين نبين ازاي الدستور كان بيتعمل في خلال هذه الفترة، ان هو بيجي من القائد الاعلى للقوات المسلحة، ان كل الدساتير دي لها بناء على احداث معينة وقعت، ان الدساتير دي الدور الشعب كان يعني غايب فيها. اللي هنلاقيه في كل الدساتير دي، لانها الطبيعة بتاعتها اتولدت عشان حدث وكلها جاية من القائد الاعلى للقوات المسلحة، حرصت على هذه الدساتير عند تنظيمها تؤكد دايما او تقوي سلطة، تقوي مركز السلطة التنفيذية. كل هذه الدساتير لانها لطبيعة او الحدث المتسبب فيها، طريقة اخراجها للشعب جاية من قائد الاعلى للقوات المسلحة، كلها كانت بتركز السلطة او بتقوي مركز السلطة التنفيذية في مواجهة السلطات الاخرى في الدولة. وقد وصلت في بعض الاحيان في تركيزها جميعا في يد السلطة التنفيذية. هنيجي ندي مثلا امثلة، يجي مثلا ما يقولك في حالة غياب المجلس او فض دور الانعقاد، هنلاقي ان السلطه التنفيذيه لها سلطه، الوظيفه التشريعيه، الصناعه التشريعيه بقت كلها في ايديها، عارفين ان مجلس الشعب له دور انعقاد، بيجي مثلا بيبدا تقريبا في مارس لغايه شيء مثلا في شهر 7، بيبقى عندك 5 شهور البرلمان اجازه. طب هو ما فيش تشريعات بتطلع؟ بتطلع تشريعات، فبتخلي السلطه التنفيذيه ها لها دخل تشريعي كبير جدا وقوي جدا في الصناعة التشريعية. كذلك كان برضو ان اصبحت السلطة في ظل هذا الجو تدور كلها حول محور واحد، الزعيم، الرئيس والقائد. يعني هتلاقي النظام الشمولي بقى موجود في الحكم وهيمنة السلطة التنفيذية على ما عداها من سلطات اخرى في الدولة. يعني مظاهر ذلك ايه؟ هنلاقي ان خلال كل الدساتير اللي فاتت اتسعت سلطات رئيس الدولة وهيمنت هذه السلطة على سائر السلطات الحكم في الدولة، مثل مثلا التأكيد مثلا على اتخاذ تدابير سريعة، دايما بيدي حق رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير سريعة. هنلاقي مثلا ان تعيين نائب رئيس الجمهورية، استفتاء الشعب في المسائل العامة، ان رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ان في ايده تعيين كافة الموظفين في الدولة، في ايده اصدار اللوائح،
بجميع أنواعها في إيده إعلان حالة الطوارئ. قيادة القوات المسلحة، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إعلان حالة الحرب. هتلاقي إن في كثير من الاختصاصات بتتركز في يد رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية، لأنه كان هو دايما اللي بيضع الدستور وبيعرضه على الشعب، فكان لزاما أن يحدث هذا التضخم الكبير في الكم والكيف للسلطة التنفيذية. أيضا في عندنا اختصاصات تشريعية بيشارك بها مجلس الشعب في العملية التشريعية، تلاقي السلطة التنفيذية اختصاصات كتيرة، منها زي اقتراح القوانين، الاعتراض عليها، إصدارها، أو مثلا مسألة إصدار قرارات بقوانين في حالة التفويض التشريعي أو في حالة غياب مجلس الشعب لأي سبب كان. اتساع سلطات رئيس الجمهورية فضلا عن إساءة استخدام هذه السلطات في أحيان كثيرة، وذلك عن طريق استخدامها دون توفر الموجب لها أو السبب اللي هي ادت له، بيؤدي إلى تهميش دور السلطات الأخرى. ده اللي كنا احنا بنشوفه خلال الأعوام السابقة كلها من ثورة 52 لغاية دلوقتي. السبب فيه اللي احنا بنقوله دلوقتي ان دخول السلطات الأخرى دورها مهمش جدا. أيضا اختلال التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فأمام ضعف المجلس لابد أن تهيمن الحكومة، وده اللي احنا الناس كانوا شايفينه بس مش عارفين سببه ايه. هيمنة الحكومة على كل الأمور حتى على مجلس الشعب، لأن دوره ضعيف. كان دور الشعب طبقا للدساتير الموضوعة، دور المجلس كان دور ضعيف جدا. أيضا تضاؤل حجم المعارضة السياسية وانعدام تأثيرها، لأن النظام هم إذا كان هم مش في المجلس يبقى من باب أولى هتتهمش المعارضة اللي موجودة في المجلس. إذا كان المجلس نفسه دوره مهمش، دوره ضعيف، فبالتالي المعارضة اللي هتكون ممثلة في ذلك المجلس هتكون أشد ضعفا من المجلس نفسه، وخاصة إذا عرفنا أن المجلس كله كانت الحكومة أو السلطة التنفيذية التي تتحكم في اختيار أعضائه وفي طبيعتهم وفي انتمائهم، فكان دور المعارضة دور في غاية الضعف. كذلك ان مسألة بقى الظروف الواقع اللي موجود، اللي هي الظروف السائدة في المجتمع، ان التشريع ده هو في حقيقته مهارة، يعني صناعة التشريع ده مهارة لابد ان تكون موجودة عند عضو مجلس الشعب. المهارة دي للمجلس الشعب يعني بيتحكم فيها أشياء كثيرة، يعني كيفية الاختيار، الضمانات الموجودة، الظروف الواقعية السائدة في المجتمع. لا شك أن بيبقى تأثير في العضو اللي هو بيكون ممثلا للشعب في البرلمان، هو طبعا دوره أن هو يقوم بالصناعة التشريعية. الصناعة التشريعية دي محتاجة مهارة، فممكن في كثير من الأحيان أن المهارة لا تكون متوفرة في عضو مجلس الشعب، وده بيساعد على إضعاف مجلس الشعب أكثر وإضعاف البرلمان أكثر. طبعا العناصر دي كلها أو بعضها بيؤدي بالضرورة إلى فقدان المجلس التشريعي للمهارة أو جانبا من المهارة، وبيؤثر بالضرورة على وظيفة التشريع في المجتمع، وبيؤثر بقى على انطباع والرضا الذي يعني يكون لدى الرأي العام أو المجتمع بقى، الناس اللي راحوا انتخبوا وكونوا برلمان واختاروا برلمان. مسألة بقى ان هم يبقوا راضيين على البرلمان ولا لا، ده بيعود لهذه العوامل، وخاصة برضو بنضيف لها ونكرر مرة اخرى المهارة التشريعية لدى الاشخاص الذين تم انتخابهم ومثلوا الشعب في هذا المجلس. لما يجي بقى كل ده يخرج لنا او يخرج للمواطن في صناعة تشريعية، الصناعة التشريعية دي هي بقى اللي في الاخر نلاقي نقول ان المجتمع راضي ولا المجتمع مش راضي. هذه العوامل كلها بتؤثر بشكل مباشر في هذا الرضا. ايضا يعني نستطيع ان نقول
إن القوانين التي تصدر عن هذه الهيئة اللي هي البرلمان إذا حدث خلل فيما ذكرته من عوامل وخاصة فمن ناحية عدم استقلال المجلس عن الحكومة بيؤدي أن يكون المجلس أداة ضيعة في يد الحكومة بتحسم بها أي خصومة سياسية مع القوى الأخرى الموجودة في المجتمع، وده احنا شفناه كتير جدا ازاي الحكومة في اي خصومة موجودة مع قوة معارضة لها بتحسم هذه الخصومة عن طريق البرلمان اللي بيتحول الى اداة طيعة وفي ايد الحكومة اللي هي تحسم بها اي خلاف او اي خصومة مع القوى المعارضة لها. ايضا عدم كفاءة اعضاء المجلس يؤدي الى صدور التشريع بصورة لا تكفل الرضا الشعبي عن هذه القوانين، وهو امر يعني بيؤثر بشكل مباشر على الصناعة والجوهر نفسه اللي بيخرج عن البرلمان في طريقة قوانين تلاقي ان المجتمع غير راضي عنها او المجتمع بينتابه حالة من السخط والرفض لقوانين تخرج من هذا المجلس. انا بحاول يعني اختصر عشان النص ساعة. برضو من الامور الهامة نظام عمل المجلس، ده برضو له تأثير كبير جدا اللي احنا نفهم طبيعة البرلمان. اول حاجة في طبيعة او نظام عمل المجلس اللي انا اشرت لها اللي هي دور انعقاد المجلس، الدساتير بتختلف في تحديد المدة التي يدور فيها دور الانعقاد. فهناك دساتير بتأخذ بفكرة استمرار دور الانعقاد في المجلس على مدار السنة، وبتجعل للمجلس حرية الاجتماع في أي وقت من السنة، ومن ثم بيكون المجلس هو الذي يحدد انتهاء دور الانعقاد. ودي نقطة مهمة جدا، يعني المجلس بيبقى هو صاحب امتى بينتهي دور الانعقاد. ولا شك ان هذا المذهب بيحترم مبدأ استقلال البرلمان وبيعطي بيغل يد السلطة التنفيذية من التدخل في عمل في دعوة البرلمان للانعقاد او تحديد مدة الانعقاد. وده النظام ده متطبق في امريكا ومتطبق في سويسرا، ان البرلمان هناك هو اللي بيحدد دور نهاية دور الانعقاد بتاعته ودور الانعقاد امتى، وذلك السلطة التنفيذية ليس لها اي دخل في ذلك. في بقى يعني رأي اخر او دساتير اخرى، وده اغلب الدساتير بتجعل دعوة البرلمان للانعقاد حقا للحكومة للسلطة التنفيذية، على أن هذا الحق ليس مطلق، فالدستور بيضع ميعاد يجب أن يدعى فيه البرلمان للانعقاد، زي عندنا في الدستور المصري بيجبر رئيس الدولة في مدة معينة بعد انتخاب البرلمان أن هو يدعو للانعقاد، وإلا إذا لم يلتزم بهذه المدة البرلمان بينعقد من تلقاء نفسه. أيضا بيعطي السلطة التنفيذية الدستور المصري بيعطيها أو الحق في تحديد مدة ينتهي فيها دور الانعقاد. فمثلا عندنا في الدستور المصري بيقول ان دور الانعقاد لا يقل عن 7 أشهر، وده اللي ماشى بقى على طول، ان بقى دور الانعقاد مدته 7 شهور. الموضوع ده له تأثير سلبي جدا. التأثير السلبي ده ممكن يعني يتضح لنا في ان ازاي بيستغل الامر دوت استغلال في غاية السوء. ندي مثال، مثلا ان في خلال ال5 شهور، طبعا دي دولة عايزة قرارات كتير وقوانين كتير، خلال ال5 شهور دي خلاص الدستور عطى الحق للسلطة التنفيذية ان هي تصدر التشريع. فخلال ال5 شهور دول بتستطيع السلطة التنفيذية ان هي تخرج كم كبير جدا من القوانين بدون رقابة بدون مراجعة، القوانين التي تخدم السلطة التنفيذية، فبقى أداة في ايديها، وسيلة تستطيع من خلالها ان هي تطلع قوانين كتير بدون موافقة البرلمان. تحلني بقى عبال بعد 5 شهور لما يجي ينعقد البرلمان ويبتدي يقوم بالدور الطبيعي. لما نلاقي ان دورة الانعقاد لما بيجي بقى بيعطي الحق لرئيس الجمهورية ان هو يدعو البرلمان للانعقاد،
وبيجي يمارس اختصاصاته، هنلاقي ان البرلمان لا يقوم بالعمل المنوط به اللي هو العمل الفعلي بقى الواقعي الا بعد بيان الحكومه. طب بيان الحكومه ده بيبقى في شهر مارس، يعني معنى كده ان بيبقى العمل الحقيقي للبرلمان كاختصاص تشريعي بيتصفى على 4 شهور، ابريل ومايو ويونيو، ويجي يقول له مع السلامة. يبقى برلمان بيقعد 4 شهور بينتخبوا الشعب عشان يشرع، والحكومة السلطة التنفيذية اللي هي مفروض تبقى تحت رقابة البرلمان بتقعد 5 شهور تشرع ومحدش بيقول لها انت بتعمل ايه، ولا بتتراقب ولا بتتراجع. نيجي نلاقي حاجة تانية، ان بيجي بعد كده بيدي للحكومة حق يقول له والله انا عايزك تناقش قانون او تصدر لي قوانين بصورة سريعة، اللي هي بيسموها يعني النظر مشروعات القوانين على وجه استعجال. يجي يقدم للبرلمان يقول له والله انا عايزك تنظر في مشروعات القوانين دي على وجه الاستعجال وفقا لنص المادة 316 الى المادة 321 من لائحة الداخلية للبرلمان. يجي البرلمان بقى في ال4 شهور دول عنده كم من القوانين، حد مثال بتتعجبوا منه، وخرجت بهذه الطريقة اخطر القوانين اللي بيعاني منها المجتمع دلوقتي. هنيجي مثلا نلاقي في الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السابع سنة 1997 لسنة 1998 صدر عن المجلس 52 قانون، منهم 29 قانون بطريق الاستعجال، 29 قانون بطريق الاستعجال. وفي الجلسة 51 من هذا الدور صدر عن المجلس 11 قانون مرة واحدة، 11 قانون مرة واحدة في جلسة، 11 قانون على وجه الاستعجال. وفي جلسة أخرى منه حملت رقم 81 صدر 4 قوانين. وفي آخر أسبوع من دور الانعقاد أو الأسبوع الثاني من شهر يونيو أصدر المجلس 13 قانون. دي أرقام. لما نيجي بقى نشوف القوانين دي كانت بتتكلم عن إيه، هنلاقي إن كان من ضمن هذه القوانين قانون خصخصة شركات التأمين، مزاولة مهنة الصيدلة، إعادة تنظيم الأزهر، نقل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس الجمهورية، وده من أشد صور الفساد، نقل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس الجمهورية، تعديل المادة 46 من قانون الشركات، حماية الاقتصاد القومي من الأثار الناتجة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، تعديل قانون رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 92، قانون بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولي، البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، البحث عن استغلال وتصنيع خام الحديد إلى آخره. طبعا السرعة الفائقة في إعداد هذه القوانين جعلت المجلس الشعب لا يأخذ حقه في دراسة متأنية ودراسة جادة لهذه القوانين. يعني ممكن أقول إن حتى السلطة التنفيذية في خلال المدة اللي بيشتغل فيها مجلس الشعب، السلطة التنفيذية بيخليه يسلق قوانين ويطلع قوانين اللي هي عايزاها الحكومة، لا تأخذ أي قدر من المناقشة ولا الدراسة. فده كله يعني إذا يعني نظرنا للعنوان مستقبل البرلمان في مصر، لابد اللي احنا نقضي على هذه القضايا. يعني انا مش عايز اطول، انا فاضل قد ايه وقت كده؟ نص ساعه، 10 دقائق. اتكلم بقى اداء الشق فيما يخص الاداء التشريعي للبرلمان. نيجي بقى لمساله اخطر، وهي الاداء الدور الرقابي للبرلمان. الدور الرقابي للبرلمان. أصبحنا ندرك مع حضرتك المأزق اللي فيه البرلمان في علاقته بالسلطات وفي صلاحياته وفيما تداهمه من قوانين كثيرة. يعني ربما لو حضرتك في ال10 دقائق المتبقية ربما يهمنا نسمع أكثر مستقبل. يعني كيف ما هو أنا لما أجي أتكلم عن مستقبل البرلمان في مصر يعني يبقى لازم أعرف البرلمان ده إيه؟ ده أنا عايز أقول لحضرتك يعني صعبت علينا يا استاذ اشرف. انا عايز اقول لحضرتك ومنتهى الصراحه، انا عايز اقول لحضرتك انه
ليس هناك برلمان في مصر. انا استطيع انا اعتقد ذلك، اعتقد ذلك انه بهذه الطريقه الموجوده ليس هناك برلمان في مصر، ولكن هناك حكم شمولي وتغول للسلطه التنفيذيه وهيمنه للحكومه على مقاليد الامر في مصر. ده دور البرلمان المصري اللي الناس كانت بتتعارك وبتصرف ملايين الجنيهات عشان يدخلوا له، لكن البرلمان اذا ظل بهذا الوضع لن يكون له اي دور ولن يؤدي اي دور فعال للمجتمع. ولذلك لابد من اعاده بناء مؤسسات الدوله. انا ما اقدرش اتكلم، ما ده كله حضرتك الدور التشريعي. انا قلت لك ايه مستقبل البرلمان في مصر. مستقبل البرلمان في مصر اللي انا لازم اعالج هذه الامور الخطيره في تدخل السلطه التنفيذيه في عمل البرلمان. الدستور الذي نحن بصدده، انا ولا مستغرب الناس منشغله بمساله الدستور، هو مين اللي هيكون في الجمعيه، يا ترى هم الاسلاميين ولا الليبراليين ولا مش عارف مين ولا مين، ومهتمين بمسائل ليس لها علاقه على الاطلاق بمستقبل هذه البلد، وكأنهم في حاله يعني غيبوبه عما ينبغي ان يهتم به اولا، يكون هو الذي يوضع على سلم الاولويات. انا شايف ان يوضع على سلم الاولويات هو بناء الدوله، بناء مؤسسات الدوله بما فيها السلطه التشريعيه ابنيها بناء صحيحا، السلطه التنفيذيه ابنيها بناء صحيحا، السلطه القضائيه ابنيها بناء صحيحا، بحيث لا يحدث تداخل بين هذه السلطات، لا يحدث تغول لاي سلطه على السلطه الاخرى، والا نحن بنسعى الى هدم كيان الدوله كله في عدم ترتيب هذه المؤسسات. فمستقبل البلد في مصر ياتي اللي انا ابين الاضرار والخطوره الكبيره التي تحيط بهذا البرلمان، والتي ينبغي على الجمعيه التاسيسيه المنوط بها وضع الدستور المصري ان يكون ذلك على سلم اولوياتها، وهي تهتم بوضع برلمان يستطيع ان يؤدي دوره في رقابة هذه الحكومة وفي تشريع ما يصلح من قوانين في عدم غل يد البرلمان، ما تكونش ايده مغلولة في تقديم التشريعات، ما تكونش الحكومة هي المهيمنة والمسيطرة على البرلمان، سواء بوجود الحزب الواحد لإعدام التعددية الحزبية أو عن طريق إن هي تتغول في ضم الاختصاص التشريعي بجانب الاختصاص التنفيذي له. انا في دور بس اللي هو الدور الرقابي اللي مفروض يقوم به مجلس الشعب، لان الرقابة المتبادلة، يعني انا اتكلمت على الاختصاص التشريعي وعلى اخصاء للبرلمان، لكن في نقطة وهي الرقابة، وهي متعلقة ايضا بمستقبل البرلمان في مصر، الرقابة المتبادلة بين البرلمان والسلطة التنفيذية. فاهم الوسائل القانونية لضمان نفاذ قواعد القانون الدستوري وتأكيد خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية، وتكفل إلى حد كبير عدم طغيان إحدى السلطتين على الأخرى. تظهر هذه الرقابة عادة في النظم الدستورية للدول التي تأخذ بالنظام البرلماني، دايما بتبقى ظاهرة وواضحة جدا، وتظهر هذه يعني وأيضا يعني لابد أن نعلم أن النظام البرلماني هو نظام قائم على وجود فصل بين السلطات المعروفة، وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن هذا الفصل ليس تاما، إنما هو فصل قائم على التعاون والتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لازم الرقابة ويكون هناك فصل، والفصل ده يكون معناه مفهوم. أنا إيه بفصل؟ فصل قائم على التعاون والتوازن، مع ملاحظة أن الفقه الحديث يقرر أن النظام البرلماني التقليدي قد أصابه الكثير من التطور في الوقت الحاضر، فمبدأ التوازن الذي هو جوهر النظام البرلماني التقليدي قد أصابه كثير من الاختلال، والذي يكون أحيانا لصالح السلطة التنفيذية وأحيانا أخرى لصالح السلطة التشريعية، مما يجعل الصدارة أحيانا كثيرة لرئيس الدولة، فيقترب النظام البرلماني من النظام الرئاسي، وأحيانا للبرلمان فيقترب من نظام حكومة الجمعية. يعني الناس اللي تتكلم على النظام البرلماني
البرلماني برضو لو ما كانش هناك الفصل الذي يقوم على التعاون والتوازن هتلاقي النظام البرلماني ده برضو هو في الآخر يقترب من النظام الرئاسي أو تغول فيه السلطة التشريعية فنقترب من ما حاجة بيسموها حكومة الجمعية. ويجب معرفة أن ليس الهدف من هذه الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تقف كل سلطة أمام الأخرى في موقف الخصومة. هي مش عركة بين السلطة التنفيذية وبين السلطة التشريعية، فليس الهدف أن تكون السلطتين في موقف الخصومة، بل الهدف هو تحقيق التعاون بينهما بما يضمن خدمة المجتمع ونفاذ القواعد الدستورية وحسن تطبيق هذه القواعد. نتكلم سريعا على مظاهر الرقابة من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية عشان الوقت. طبعا انا هقول على اخطأ ايه في طبعا مسألة فتح باب المناقشة، في سؤال ممكن عضو مجلس الشعب يتقدم بسؤال للوزير المختص او لرئيس الوزراء، ولكن السؤال ده بيغلب عليه الطابع الشخصي، يتطور شوية فتح باب المناقشة حوالين امر معين، حاجة بقى اكبر شوية اللي هو الاستجواب، لان الاستجواب ده ممكن يترتب عليه يعني اما شكر وثناء للحكومة على موقفها او ممكن يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة. ولكن في نفس الوقت اللي هو بيعطي البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة، اذا كان اللي احنا نتكلم بفكرة عامة، بيعطي الضمانة للسلطة التنفيذية ان هي تحمي نفسها من استبداد السلطة التشريعية، فبيعطيها حق حل مجلس الشعب، بيعطيها حق حل مجلس الشعب كنوع من انواع الضمانة انها تضمن الا تتغول عليها ايضا السلطة التشريعية. ولذلك بنقول ان لما نيجي نفهم مسألة الرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، نقول ان هذه الرقابة لابد وان تكون مبنية على التعاون وحسن خدمة المجتمع بتطبيق القواعد الدستورية الموجودة. ويعني دي في برضو مظهر مظاهر الرقابة اللي هو بيان الحكومة، سواء ان البرلمان بيوافق على هذا البيان فيعني استمرار الحكومة وتساءل بناء على هذا البيان، او ان البرلمان بيرفض بيان الحكومة وهذا يعني ايضا ان الحكومة قد سقطت. وانا يعني كان في حاجات كتير كنت اتمنى ان انا اتناولها، ولكن يعني لعلي بهذا الايجاز السريع في هذا الوقت القصير اكون قد بينت لكم ما ينبغي يعني ان يكون محل اهتمام للبرلمان المصري في الفترة القادمة، وما يجب على اعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ان يهتموا به في بناء برلمان يستطيع ان يقوم بدوره الحقيقي لخدمة هذا المجتمع من الناحية التشريعية ومن الناحية الرقابية. واشكر لحضراتكم حسن الاستماع. اشكر الاستاذ اشرف الثالث على مداخلته الاساسيه الحقيقه اللي يمكن اوضحت ما يمكن ان نطلق عليه السياق السياسي والعلاقات بين السلطات، وايضا الاوضاع السياسيه السابقه التي استمرت منذ ثوره 52 في وضعيات البرلمان القائمه الان، وان كان قد علق يعني انه استبداد مجلس الشعب لدوره لن يكون الا في ظل الدستور القادم، باعتبار انه يعاني من اختلالات هيكليه سواء على مستوى العلاقات بين السلطات او على مستوى ما يمكن ان نطلق عليه ادواره الاساسيه التي كان ينبغي ان يقوم بها من اول الدور التشريعي الى الدور الرقابي الى اخره بشكل اساسي. واوضح خطوره ما اشير اليه من تناول السلطه التنفيذيه ان صح التعبير على السلطه التشريعيه الى حد كبير. الحقيقه يعني احنا هنفتح الاسئله، لكن يعني شايف حضرتك حجم الاسئله اللي بتعكس يعني انا ليس لدي مانع ان اجيب على اي سؤال في اي موضوع. انا ليس لي تحفظ اطلاقا على اي سؤال في اي موضوع ما دام هذا السؤال هو يعني بيكون في اهتمامات المواطن
وأنا شايف أن هناك الكثير من القضايا التي لا تتعلق بعنوان الندوة أو عنوان المحاضرة، وهي يعني محل نقاش وجدل كبير جدا في الشارع المصري وفي الرأي العام. وأنا يعني عن نفسي لا أمانع في الإجابة عن أي سؤال في أي موضوع بصرف النظر عن تعلقه أو عدم تعلقه بموضوع المحاضرة. يعني أول سؤال من الأستاذ محمد عبد الرازق محاضر في أكاديمية سموحة، بيقول حضرتك ذكرت أن صناعة التشريع مهارة لابد أن تكون موجودة عند نواب مجلس الشعب ولا تأثير على صناعة وجوهر صناعة القوانين، هل حضرتك شايف أن السادة النواب الحاليين يمتلكون هذه المهارة؟ أنا طبعا أحترم السادة الزملاء الذين اختارهم الشعب، لأن ده اختيار شعب موجود، لا يمكن أن أتكلم عن زملائي في مجلس الشعب سواء الذين يعني على مختلف انتماءاتهم وعلى مختلف أحزابهم، إلا أنا أتكلم عنهم يعني بأي إساءة. وأيضا يعني تناولي لزملائي في مجلس الشعب هل هم يمتلكون هذه المهارة أو لا يمتلكون، هذا يعني فيه إساءة لجموع الشعب الذين قاموا باختيارهم وطلبوا تمثيلهم في المجلس. فهذا سؤال أنا لا أستطيع أن أجيب عنه، ولكن أجيب الذي أستطيع أن أقوله إن ينبغي على عضو مجلس الشعب أن يكون عنده هذه المهارة التي تساعد على الدور الرئيسي والأساسي الذي من أجله تم انتخابه، وهو الصناعة التشريعية في سن ورقابة القوانين. أنا لا أستطيع أن أجيب عن ذلك، ولا يمكن أن أتعرض لزملائي في المجلس سواء على الخصوص أو العموم. الأستاذ عمرو، في سياق حديثكم أبرزتم تاريخ هيمنة السلطة التنفيذية على الدساتير وتضخيم حدها للهيمنة على الحياة السياسية، فما رأيكم في الوضع الحالي في مصر وإمكانية انفراد السلطة التشريعية في تكوين اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، وهل هذا يتعارض مع الحفاظ على التوازن بين السلطات ويرجعنا لزمن انفراد إحدى السلطات بالحياة السياسية وإمكانية تهميش دور رئيس الجمهورية القادم؟ احنا لازم يعني نفصل بين ان اللي بيضع الدستور ينبغي ان يراعي هذه القواعد التي ذكرناها. لما بيجي مجلس الشعب انا شايف ان السؤال يعني انا اصغه له بطريقه افضل، اليس هناك خطوره في ان يقوم البرلمان المصري بنسبته اللي هتكون مشكله للجمعيه التاسيسيه بوضع دستور يخدم هذه السلطه؟ ده أنا شايف أن صياغة السؤال بهذه الطريقة أوضح وأقوى في أن المجلس الشعب الحالي ممكن يكون متهم أنه يعني بيستطيع أن يفرض نسبة كبيرة من أعضاء البرلمان يكونوا مشاركين في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وبالتالي سوف يكرسون للسلطة التشريعية بحيث تتغول على السلطة التنفيذية. طبعا الكلام ده هو يعني بالناحية المنطقية وارد، ولذلك أقول إن المشكلة في الجمعية التأسيسية لا تكمن إطلاقا كما ذكرت في أول الحديث، لا تكمن في انتماءات المشكلين لهذه الجمعية، ولا تكمن في أيديولوجيتهم اللي هم بينتموا إليها، ولكن بتكمن في الطبيعة الشخصية لهؤلاء الأعضاء والتصورات التي لديهم في الدستور الذي ينبغي أن يطرح للاستفتاء على المجتمع المصري. حاجة من الاثنين بصرف النظر هو من البرلمان ولا من جوه البرلمان، لأنك أنت لن تستطيع أن تأتي بشخص مجردا ليس له انتماء وليس له أيديولوجية وليس له توجه معين، لن تستطيع أن تحصل على ذلك الشخص الذي تستطيع أن تقول له أن تقول عنه هذا طرف محايد 100% اللي هو لا. لكن أستطيع أن أقول إن الذي هيتحكم في هذا الأمر هو التصورات الموجودة لدى الأعضاء المشكلين لهذه الجمعية، ماذا يريدون وما هو الدور الذي يقومون به في وجهتهم ونظرتهم الشخصية. يعني أنا بس هدي مثال، أنا ممكن مثلا يكون واحد داخل للجمعية التأسيسية بيقول والله همه وتصوره أن يضع
مادة في الدستور تكرس لانتمائه أو لحزبه أو للأيديولوجية التي ينتمي إليه، دي هتبقى وظيفته. واحد تاني وظيفته أنه هو في الدستور يضع مواد بتلبي طموحات وأمال المجتمع المصري على مختلف أطيافه وعناصره، حتى لو كان يعني الناس دول كلهم اللي هيكون عندهم هذا التصور من اتجاه واحد او من شريحة واحدة يستطيعون بهذا التصور الشخص الذي لديهم ان يضعوا دستورا ينبي ويوافق عليه اغلب الشعب المصري. ما اقولش يعني ما استخدمتش لفظ غالبية، لان الدستور القادم هو دستور ينبغي ان يكون الاستفتاء عليه بنسبة 60 و40، ما يكونش ده همي، ولا 55 و45. لا، انا لما اجي اضع دستور يبقى انا مفروض يعني في الحسبان اللي انا اضع دستور ينبي احتياجات المجتمع بنسبة انا كوضع دستور لا تقل على الاطلاق عن مثلا اقول 85% 90% من المجتمع المصري. لكن ممكن بقى الصورة الاولى هاتلي 100 يشكلوا كل الأطياف وكل القوى السياسية، ولكن هو داخل عشان يضع مادة تكرس للأيديولوجية بتاعته، تكرس لانتمائه الحزبي، مش هيقدروا يعملوا دستور يلبي طموحات الشعب المصري. الأستاذ يوسف مصطفى طحلة، لماذا قبلتم بانتخابات البرلمان منزوع الصلاحيات، وما هو مستقبل البرلمان الحالي كما جاء في عنوان الندوة، وضع القوات المسلحة وصلاحية المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، ومنية المجلس في نظام الحكم؟ دول حوالي 4 أسئلة. نمسك واحد، لماذا قبلتم بانتخابات البرلمان منزوع الصلاحيات؟ لأننا نريد أن نعيد بناء هذه الدولة، ولن تستطيع أن تعيد بناء هذه الدولة إلا بأنك تسلك المسالك أو الطرق التي كفلها الدستور لتصحيح الوضع الخطأ. فلا يمكن أن أصحح هذا الوضع وأنا بعيد عن المشهد أو عن الوسائل أو الأدوات التي من خلالها أستطيع أن أغير في هذا النظام المؤسسي الخاطئ وفي هذا هذه الاختصاصات الموجودة لدى مجلس الشعب. أنا لا أستطيع أن أغير لا في لائحة المجلس ولا أساعد وأساهم في بناء مؤسسة الدولة إلا إذا كنت مشاركا في هذا البرلمان، وده أظن كان من أهم الأسباب التي من أجلها يعني ترشحنا لهذا البرلمان، أو ترشحت أنا لهذا البرلمان لأنني لا أتكلم عن الآخرين. السؤال الثاني، ما هو مستقبل البرلمان الحالي كما جاء في عنوان الندوة؟ أظن أننا أجبت بما ينبغي أن يراعى في البرلمان القادم. وضع القوات المسلحة وصلاحيات المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، ده هيكون أمر من اختصاص الجمعية التأسيسية، ولكن أنا أحب أن أنا أوضح نقطة هامة اللي هي يعني برضو أصيغ له السؤال بطريقة أكثر وضوحا. هل ميزانية القوات المسلحة تكون خاضعة لمجلس الشعب ولا مش خاضعة؟ أقول أن هذه المسألة في مبدأ عام أن تكون كل الأجهزة والمؤسسات في الدولة خاضعة لرقابة مجلس الشعب، مع الوضع في الاعتبار أن هناك من الأمور ما ينبغي أن تكون محاطة بالسرية وتستثنى منها بعض الأمور، وليس معنى ذلك أن هي لا يراقب عليها مجلس الشعب، ولكن يراقب عليها مجلس الشعب بطريقة جزئية، لأن يعني المعرفة بطبيعة عمل مجلس الشعب وبيجعل كل ما يدور في مجلس الشعب هو ملك للشعب المصري كله، ملك لكل الناس خارج البرلمان وداخل البرلمان، وهذا في بعض الأحيان سوف يؤدي إلى خطورة بالغة على الأمن القومي لمصر. فلابد أن تتوصل الجمعية التأسيسية لنقطة توازن نستطيع من خلالها أن نضع المؤسسة العسكرية أو ميزانية المؤسسة العسكرية تحت رقابة البرلمان، وفيما يخص المسائل السرية التي يعني يرى المجلس أن هي فعلا يعني العرض أو تناول هذه المسائل سوف يلحق ضررا بالأمن القومي المصري، لابد أن تكون خاضعة بطريق للبرلمان أيضا، ولكن بطريقة وكيفية تجعل يعني السرية مكفولة. وده يعني على سبيل الاقتراحات اللي معروضة في هذا الشأن،
أن يكون مراقبة الجزء من الأمور المتعلقة بالأمن القومي المصري، تكون يعني الرقابة عليها من بعض الأشخاص وليس كل الأشخاص في مجلس الشعب. على سبيل المثال مثلا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، رئيس الخطة والموازنة، هيئة المكتب في مجلس الشعب، تكون في يد عدد قليل وليس في يد كل المجلس الأمور اللي هي بتكون محتاجة شيء من السرية وتضر بالأمن القومي المصري. نية المجلس في نظام الحكم، المجلس ليس هو الذي يحدد نظام الحكم في مصر، ولكن الذي سوف يحدد نظام الحكم في مصر هو الجمعية التأسيسية. الأستاذ محمد عبدالله ذكرت أن الدستور عندما يصدر من جهة واحدة ممثلة في قائد القوات المسلحة يجعل السلطات مركزة في جانب معين، فكيف يضمن مجلس الشعب في لجنة فكيف يضمن مجلس الشعب في لجنة وضع الدستور عدم اختيارها بناء على أغلبية برلمانية ولكن بناء على تمثيل كامل لجميع أطياف المجتمع لعدم تركيز السلطات أو امتداد لصالح فصيل سياسي معين بناء على أغلبية؟ السؤال ده أنا جاوبت عليه أظن. لجنة تقصي الحقائق لأحداث بورسعيد ذكرت في تقريرها وأطلقت ألقت باللوم كاملا على الحكومة عامة ووزير الداخلية خاصة، فلماذا لم يتم حتى الآن مناقشة سحب الثقة من الحكومة أو وزير الداخلية على الأقل والتصويت على ذلك؟ وبس على السؤال بتاع بورسعيد، لجنة تقصي الحقائق في بورسعيد بصفتي أنا يعني كنت رئيس اللجنة وما زالت اللجنة مستمرة في عملها. لما ذكرنا التقرير المبدئي قلنا التقرير النهائي هيصدر بعد أمرين. الأمر الأول استكمال باقي المعلومات، هناك كثير من المعلومات ما زال كانت يعني محل تتبع وتحقيق، وأيضا كان هناك انتظار لانتهاء النيابة من تحقيقاتها، لأن لا يمكن لنا أصدر تقرير نهائي إلا بناء على أو بعد إلا بعد الاطلاع على تحقيق النيابة، والنيابة طلبت أن تكون التحقيقات سرية، ويعني احتراما للوصول للعدالة يعني استجبنا لهذا الأمر ومنتظرين أن تعلن النيابة انتهاء التحقيقات. أستطيع بعد ذلك أن أطلع على التحقيقات النيابة لكي أقدم التقرير النهائي متضمنا المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية. المسؤولية السياسية اللي هي بيعبر عنها السائل بسحب الثقة، لأن معنى المسؤولية السياسية دي أحد أدوات الرقابة للسلطة التشريعية على الحكومة، الحاجة اللي بيسموها المسؤولية الوزارية أو بتعبير آخر المسؤولية السياسية، وإحنا ذكرنا المسؤولية السياسية لنا الصحيح اللي نحددها إلا بعد التقرير النهائي، ودوت يعني ينبني عليه مسألة أخرى اللي إحنا بقى نتكلم على مسألة سحب الثقة. بداية يعني أنا كشخص كعضو في مجلس الشعب برفض تماما مسألة سحب الثقة من الحكومة، يعني ده رأيي الشخصي، ولكن نعم طب اوضح بس يعني خلينا بس ماشي كمل وجهه نظره وهنطرق. حاضر حاضر. مسألة سحب الثقة أنا قلت الرأي الشخصي عشان يعني ما يكونش ده يعني أكون هناك شفافية في طرح الوجه. مسألة سحب الثقة اللائحة الموجودة في مجلس الشعب تقول أنه لا يجوز لمجلس الشعب أن يسحب الثقة إلا بعد استجواب، يبقى لازم يكون هناك استجواب ويترتب على هذا الاستجواب سحب الثقة من الحكومة. اللي انتوا شفتوه في البرلمان الأزمة اللي كانت موجودة ان الحكومة ما حضرتش جلسة، فرئيس البرلمان قال لو ما جاتش الحكومة هناخد اجراءات سحب الثقة، الحكومة جت، فالكلام ده يعني ليس محلا للبحث ولا للمناقشة سواء كان صح او خطأ، مش هي دي القضية بتاعتنا. المهم ان الحكومة جت، وعلى فكرة الحكومة جت يوميها من الساعة 10 صباحا كانت موجودة في مجلس الشعب وحضرت اللجان قبل وصول رؤساء اللجان، لان ده جزء اللي هو المطبخ بتاع مجلس الشعب الناس مش شايفاه، فالحكومة جت يوميها من الساعة 10 صباحا في مجلس الشعب. لما نيجي بقى نرجع لمسألة سحب الثقة لازم يكون بعد استجواب. الاستجواب ما ينفعش يتقدم وهناك بيان للحكومة لسه المجلس مردش عليه. بيان ده انا هجاوب بقى ليه ما نسحبش الثقة. يعني البيان بتاع الحكومة ده برضو يعني بصفتي رئيس لجنة الرد على بيان الحكومة، البيان طبعا اي مواطن في مصر مهما كان وصفه ومهما كان اسمه لو قرى البيان هيرفضه، ورفض البيان معناه سحب الثقة. ولكن
ولكن دي مهمة جدا اللي احنا لازم نعرفها. لكن دي بتقول لي ان عشان ارد على البيان انا مش هرد عليه الا تقريبا على اخر الشهر شهر 3، يتبقى لي في الحكومة ايه 4 و5 و6. طيب هرد على البيان، هنمشي مع الطيار واقول ان البيان يتوافق عليه يترفض، مع ان يعني هناك حل ثالث مازال البحث جريا عنه، وهو ان يعاد البيان الى الدكتور كمال الجنزوري لاعاده صياغته مره اخرى متضمنا للتوصيات التي كان ينبغي ان يتضمنها. ولكن احنا هنستبعد ده ونقول ان اللجنه جت رفضت بيان الحكومه. طب هيترتب ايه على الرفض ده؟ هيترتب على الرفض دوت ان الحكومه سقطت. طيب الحكومة سقطت، وده يعني معناه برضو انك سحبت الثقة من الحكومة، معناه ان استخدمت وسيلة الرقابية اللي هي بتاعت سحب الثقة. احنا قلنا في ضمانة اخرى للسلطة التنفيذية اللي هي ايه؟ حل المجلس. ما انت بتقول لي اسحب، لكن انا من حق احل. فلو موافقش رئيس الجمهورية اللي هو القائم باعماله الان رئيس المجلس العسكري، فمن حقه في هذه الحالة حل المجلس، او يقول لك ماشي هحللك المجلس، هحللك هجيب لك حكومه جديده. ده هيبقى على شهر كام؟ 7، شهر نص 4. طيب هياخد له قد ايه في تشكيل الحكومه لغايه اما هيجي يقول لك الحكومه تستمر في اعمالها لحين تشكيل حكومه؟ جاب لك حكومه في شهر 5، هتقعد شهر يا جماعه. ها ويجي ينتخب رئيس جديد. انا اعتبر من وجهه نظري كعضو عن مجلس الشعب ان هذا تلاعب بمقدرات الشعب المصري، اللي انا كل شويه هغير له وزاره واجيب له وزير، ده الوزير عبال ما يدخل الوزاره ويفهم الوزاره هيكون عدى شهر. طب انا ايه المعنى اللي انا اسحب ثقه واجيب حكومه جديده؟ انا شايف ان ده كلام، ودي وجهه نظري الشخصيه، ليس له معنى. ويعني زائد بقى فضلا عن ذلك ان الاعلان الدستوري الذي يحكم عمل مجلس الشعب لما جيت اتكلم عن اختصاصات رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه، رئيس المجلس العسكري، قال من اختصاصاته تعيين واقاله النواب الوزراء ورئيس الوزراء، ولم يتعرض الاعلان الدستوري مطلقا لاختصاصات مجلس الشعب او السلطه التشريعيه مع الحكومه والسلطه التنفيذيه. فبناء على الاعلان الدستوري لم يتضمن ذلك اطلاقا. واحد هيقول لك لا يبقى نرجع نعم هكمل، وانا بكمل لسه. اصل حضرتك يا جماعه خلينا بس يعني انا ماشي بالتسلسل كده اهو. هنقول ان انا بقول بقول ان الاعلان لم يتضمن هذا الامر. هيقول لك طب نرجع بقى للاصل، بدل الاعلان ما تضمنش نرجع للاصل. الاصل اللي هو ايه؟ الدستور اللي قبلي. في الموضوع يعني ازمه بتثار، ولكن انا يعني شايف ان هي مش مدروسه كويس، مش محطوط فيها الاحتمالات كلها، الوقت بيحكمنا. ولكن يعني برضو عشان اكون يعني انا اتفق مع مبرر من مبررات من يرى سحب الثقة من الحكومة، اتفق في مبرر وليس في المسألة، في المبدأ، في مبرر، ان السلطة التنفيذية الموجودة حاليا، ان مؤسسات الدولة والوزارات والهيئات تقوم بكثير من الاعمال التي إن استمرت بتؤدي إلى خراب هذه الدولة وسوء الأحوال الاقتصادية والأمنية إلى أسوأ درجة. يضاف إلى ذلك أن في كثير من الهيئات والمؤسسات والوزارات حركة تنقلات وتعيينات دائما يتولاها الأكثر سوءا وفسادا. وده مبرر أنا أتفق مع من ينادي بسحب الثقة، بيقول لك عشان الموضوع ما يسوقش أكتر. ليه بتسأله ليه ما يسوقش؟ بيقول لك عشان كذا. أنا بتفق في هذا الأمر لأنني يعني أشاهد وأتابع ذلك جيدا في أكثر من وزارة ومؤسسة ودولة وهيئة بيحصل فيها حركة تعيينات وترقيات جديدة وكبيرة واسعة، بيتم دائما اختيار الأسوأ والأكثر فسادا في اعتلاء المناصب العليا والقيادية في كثير من الهيئات والوزارات، وهناك كثير من الأعمال التي تؤدي إلى إساءة الوضع الاقتصادي أكثر مما هو سيئا الآن. طيب أسئلة متعلقة. نعم. ما ده وجهة نظر بقى، ما أنت بدي تكفي بس لن تؤدي إلى شيء في الآخر. يا جماعة
هيرجع برضو الامر مش هتقدر انك انت تكون حكومة الا لمدة شهر واحد، وممكن واللي والدستور هيديها لرئيس المجلس العسكري في ان هو يجيب لك حكومة جديدة. فالموضوع انا شايف ان مجلس الشعب يستخدم ما لديه من ادوات في تصحيح الاخطاء اللي موجودة، يعني افضل من، ده رأيي الشخصي، افضل من سحب الثقة والاتيان بوزارة جديدة. الى اي مدى يؤثر المجلس العسكري على قرارات مجلس الشعب بالاشارة لرغبة البرلمان لسحب الثقة من الحكومة؟ مدى تدخل المجلس العسكري في اختيار لجنة وضع الدستور؟ من وجهة نظرك ايهما افضل، وضع الدستور اولا قبل انتخابات الرئاسة او وضعه في ظل الحكم العسكري؟ انا من وجهة نظري وبصفتي يعني قريبا من المطبخ السياسي بقول ان المجلس العسكري لا يؤثر على قرارات مجلس الشعب مطلقا مطلقا، لا يتدخل المجلس العسكري في قرارات مجلس الشعب مطلقا. مسألة سحب الثقة من الحكومة ده ليس توجيها، ليس هناك توجيه من المجلس العسكري لمجلس الشعب، ولكن المجلس العسكري هو في حقيقة الأمر بيقوم بدور رئيس السلطة التنفيذية، وأنا شرحت ما يمتلكه من أدوات والوضع الراهن. ربما تكون هناك رغبة لدى المجلس العسكري في استمرار حكومة الجنزوري، وده يعني أنا أمر برضو أعلمه جيدا أن لهم رغبة في ذلك، ولكن ليس معنى أن لهم رغبة في ذلك واللي أنا أؤيد أن الثقة أو أكون من أنصار أن الثقة لا تسحب من الحكومة أن يكون ذلك يعني موافقة أو تأثيرا من المجلس العسكري على مجلس الشعب إطلاقا، ولكن الدافع في ذلك يعني الشخص اللي أنا أعلنه اللي أنا أرى أن مصلحة هذا الشعب ومصلحة هذا البلد هو يعني دائما الاتجاه إلى الاستقرار، وليس هناك معنى في تغيير الحكومة لأنها لن تأتي بجديد ولن تلبي الاحتياجات والمطالب التي يتخوف منها أنصار صاحب الثقة من الحكومة. متى تدخل أو مدى تدخل المجلس العسكري في اختيار لجنة وضع الدستور؟ ليس له أي علاقة باللجنة، اللجنة اختيارها ومعايير الاختيار وضوابط الاختيار كلها في يد مجلسي الشعب والشورى. من وجهة نظرك أيهما أفضل، وضع الدستور أولا قبل انتخابات الرئاسة أو وضعه في ظل حكم المجلس العسكري؟ أنا برضو بأكرر أن وضع الدستور في ظل المجلس العسكري في غير المجلس العسكري ليس له تأثير، المجلس ليس له تأثير إطلاقا في مسألة وضع الدستور، ولكن أنا أفضل أن يأتي الرئيس بناء على دستور موجود ليعلم ايه اختصاصاته، لان انا شايف ان مثلا لو كان الدستور قرر ان يكون نظام الحكم في مصر نظاما برلمانيا ربما هناك من مرشحين الرئاسة من لا يوافق ان يترشح في ظل هذا النظام، واذا كان النظام رئاسي ممكن تلاقي مرشحين برضو لا يتوافق معهم هذا النظام. فإن معرفة الرئيس لطبيعة النظام الحكم الموجود اللي هو هيترشح بناء عليه كان ينبغي اللي هو يكون قبل انتخابات الرئاسة، وده اللي احنا هو أمنية وأمل أن ننتهي من وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية حتى نعطي الفرصة لجميع مرشحي الرئاسة لاتخاذ القرار المناسب. لماذا لم نرى أي من التشريعات أو قوانين مجلس الشعب مع أن مجلس الثورة لديه كثير من مشروعات القوانين تصلح من عمل السلطة التنفيذية؟ أنا طبعا فيما يخص هذا الأمر أن المجلس ما طلعش قوانين ليه تصلح بالعمل السلطة التنفيذية، بنقول ان الدور الحقيقي لمجلس الشعب لا يكون الا بناء على بيان الحكومة، لان بيان الحكومة ده هو زي ما بنقوله الخطة اللي بتقدمها الحكومة عشان تشتغل، وبناء عليها يعتمدها البرلمان، وبناء عليها يقدر يصنع او يعمل في صناعة التشريع الذي يحقق اهداف هذه الخطة ويحقق اهداف هذا البيان.
فانا قلت الكلام ده قبل السؤال، ان لما بنلاقي في دور الانعقاد ان بيان الحكومه بيتقدم في شهر مارس، ان في الاخر مجلس الشعب ما بيشتغلش غير 4 شهور فعليا من بعد بيان الحكومه حينما تلقيه على المجلس، اللي هو بيعتبر ورقه العمل اللي انا من خلالها اعتمدها. لكن دلوقتي يعني المجلس يعني له دور موجود في بعض القوانين اللي هو بيتصدى لها، مواضيع بتبقى بيستطيع ان هو يطرحها للمناقشة بحيث ان هو يلفت نظر الحكومة، الوزراء، رئيس الوزراء الى بعض الاخطاء الموجودة، او يوجه نظر الحكومة الى اتخاذ بعض التدابير اللازمة لاصلاح وضع ما بيعتري شيء من الخطأ او الخطورة. لجنة 100 من البرلمان اللي هو اخر حاجة قالها، للأسف الإعلان الدستوري لو احنا قرأناه وبتحليل منطقي ويعني استندنا لقواعد اللغة العربية، هتلاقي ان الإعلان الدستوري بيقول ان أعضاء اللجنة التأسيسية 100 اللي بيتم انتخابهم طبقا لما هو موجود بالنص في الإعلان الدستوري أقرب إلى أن يكونوا كلهم من داخل البرلمان وليس من خارجه. ولكن انا شايف ان الكلام ده فيه خلل، ما ينفعش ان يكون المية من داخل البرلمان لاعتبارات عديدة. اولا اعتبارات التمثيل لجميع اطياف وعناصر المجتمع، لازم يعني هذا الاختيار، لان هناك في البرلمان غير ممثل في كل أطياف المجتمع وكل عناصر المجتمع، التمثيل الذي من خلاله تستطيع أن تقول أن اختيار 100 من داخل البرلمان سوف يغطي هذا الجانب، وإن كنت معتقدا أنه ليس من الضرورة بمكان أن يكون كذلك. الشيء الثاني أن وجود نسبة من خارج البرلمان ربما تعالج بعض المشاكل التي يعني يهتم بها الرأي العام المصري الآن، وتلبي بعض الطموحات والأمال اللي موجودة لدى البعض في هذه اللجنة. فكان من الواجب بمكان أن يكون الاتجاه إلى خارج البرلمان بوضع نسبة ليست صغيرة من خارج البرلمان في هذه اللجنة، لكي يعني هي مسألة معنوية، وإن كنت وما زلت مصرا على إن ده مش هم عمره ما هيكون المشكلة، ولعلنا يعني نلتقي أو يكون هناك من الأحداث التي تثبت يعني وجهة نظر التي أتبناها، أن المشكلة ليست في تمثيل هؤلاء 100 من أي مكان ولا إلى أي أيديولوجية أو طيار سياسي ينتمون، ولكن إلى ما يحملون من تصورات وأفكار وأطروحات تخص هذا الدستور. السؤال الثاني كان بيسأل على المحليات، المحليات اظن ان دي ده برضه من العوار الشديد الذي ينتاب السلطه التنفيذيه الان، ان المحافظين في جميع جمهوريات في جميع محافظات مصر يعملون بلا رقابه، لان كان المحليات هي اللي المفروض بتدوم بهذا الدور الرقابي، وده امر في غايه الخطوره ان يستطيع المحافظ يفعل ما يشاء وما يحلو له دون اي نوع من انواع الرقابه. على مرشح الرئاسة اللي انا يعني اعلن ان حزب النور اصدر بيان بالامس ذكر فيه انه هو بيعطي الحق لجميع الاعضاء مجلسي الشعب والشورى والمنتمين للحزب والمؤيدين له في ربوع مصر ان يختاروا او يقوموا باعطاء التوكيلات لاي مرشح رئاسي بيتفق مع برنامج الحزب ومرجعيته الى ان يصدر القرار النهائي للحزب في تدعيم مرشح ما. ولكن ما احب ان اضيف له واؤكده ان الحزب لن يعتمد مرشحا للرئاسة الا بعد غلق باب الترشيح. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية ان هناك ايضا طرح ربما يكون موجود ان الحزب يعطي الحرية للمجتمع المصري في اختيار من يشاء ولا يعتمد مرشح الرئاسة. ده وارد، انا ما قلتش ان ده هيكون، ولكن من الاطروحات الموجودة والاقتراحات الموجودة يا اما اللي انا اعلن، ولكن ده ليس الزاما على الحزب ان يتبنى مرشحا بعينه
في الرئاسة ويعلنوا ان حزب النور بيرشح فلان الفلاني، ولا ربما يكون من ضمن الاقتراحات ان الحزب لا يرشح احدا ويعطي حق الاختيار للمجتمع المصري، وايضا لا ربما الحزب يغير رأيه ويعلن مرشحا مختلفا تماما للرئاسة على المرشحين الموجودين. فكل شيء وارد، يعني اقصد الامر في الآية مش هيعلن غير بعد غلق باب الترشيح. لماذا يصر البرلمان على سحب الثقة من حكومة الجنزوري رغم أنه يعلم جيدا أن صانع القرارات الوحيد هو مجلس العسكري؟ يعني تسأل عن ذلك من يدافع عن هذا الرأي. أنا يعني ذكرت في أول الحديث إن أنا لست من أنصار سحب الثقة من الحكومة، بل أنا مع يعني بقاء هذه الحكومة إلى أن تنتهي مدتها في 30/6. أستاذ مصطفى السيد بيقول كيف سواجه المجلس الاعتصامات المتكررة؟ الاعتصامات المتكررة ديت على فكرة يعني أحد الصور الموجودة الآن يعني حرق الأرض المزروعة، اللي أنا يعني أعتقد أنها يعني لا تبتعد كثيرا عن الفساد اللي موجود في الوزارات والهيئات، لأن كثير من هذه الاعتصامات مشاكلها مشاكل مفتعلة، ويعني إشاعة جو من الاضطراب والفوضى. أنا أعتبر ده شيء يعني مخطط ومدبر وله أهداف في إفشال التجربة السياسية الجديدة. متى يبدأ المجلس في مناقشة إعلام الشعب وليس حقوق الشعب؟ يعني إيه مش فاهم؟ في مناقشة أحلام الشعب، بدأ يبدأ المجلس في مناقشة أحلام الشعب وليس حقوق الشعب. نتمنى يعني اللي إحنا يعني الأول نحصل على الحقوق وبعدين نحقق الأحلام يعني. اي ثوره موجوده، اي ثوره في العالم بدل ما قلنا ثوره لازم 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 الخطوه الثانيه تكون تطهير. مفيش حاجه اسمها ثوره ونقول تطوير، لا، ثوره رقم واحد لازم يجي وراها تطهير، يجي رقم ثلاثه تطوير، ويجي رقم اربعه بقى بناء الخطط والبناء الحديث. لكن ثوره بلا تطهير هي ثوره لم تتم ولم تنجح. ما هو ما هي الأسئلة يا جماعة صح كده، هناخد يعني اتفضل اقرا له السؤال يا جماعة. الشفافية في ايه بس؟ احنا الأسئلة قدامنا اهي والله يا جماعة. هل احنا بس يا جماعة مش عايزين نختلف على شيء ليس فيه خلاف، يعني الموضوع بسيط جدا يعني. هل يمتلك البرلمان الحالي الأدوات والآليات الكافية للقيام بدوره في الفترة الحالية؟ وما هو تقييمك لأداء البرلمان في الفترة الوجيزة السابقة؟ وهل تتوقع أن يتحسن مستقبلا؟ ما هو دور البرلمان تجاه تطهير مؤسسات الدولة من القيادات السابقة؟ وهل هناك برنامج زمنا؟ طبعا السؤال الأخير أنا جاوبت عليه، أن دور البرلمان يعني وده إحنا بنضغط فيه وما زلنا سنظل يعني نضغط في هذا الاتجاه، لأن الثورة لن يكتب لها النجاح ولن يكتب للتحول الديمقراطي في مصر النجاح إلا إذا تم التطهير في مؤسسات الدولة. وأنا أشرت أن اللي بيحصل عكس ذلك، بيتم الآن تلويث المؤسسات والوزارات والهيئات أكثر مما كانت ملوثة. وللأسف بقى حضرتك في نقطة لابد المسؤول اللي أي حد معرفش ثواني حضرتك اتفضل طب اكمل. طيب لو كملتش لسه لا. انا جبت على السؤال. الشهر ده هيجيبه لابد من ايقاف هذه الموجة هو اللي احنا مش هنعرف نتكلمها. طيب اكمل. طيب البرلمان بيعمل في هذا الاتجاه عمل جد جدا، ويعني يمكن انتوا يعني اكثر وزارة بتحتاج الى تطهير هي وزارة الداخلية،
ويعني يعني هناك يعني كثير من العمل بيتم في هذا الاتجاه، واللي تابع الجلسة بتاعت البارح في مجلس الشعب في مواجهة اللواء محمد إبراهيم كان واضح جدا التركيز على هذا الأمر، وده اللي بيحصل مع الوزراء. نعم اولا بص ده انا هقول لحضرتك، انت كمجلس شعب، كمجلس الشعب ليك ادوات، انا هاجي مع هو احيانا هناك جماعه احنا عاوزين نترك فرصه بقى يعني الاستاذ اشرف يجاوب يا جماعه. طيب ال التغيير او التطهير في مؤسسات الدوله له اليه. انا يعني انا ذكرت لكم ان التطهير لم يتم في المؤسسات، بل بالعكس بهناك اتجاه في عكس التطهير، لكن هي المساله لن تتم بالصوره اللي انت حضرتك متخيلها ان هي موضوع بسيط. انا يعني اقول لك الحقيقة اللي احنا بنعاني منها. انت عندك رأس افعى، جسم مليان رؤوس موجود تحتيها، فلما شلت الرأس لسه في عندك 100 رأس افعى وتحتك ما شلوش موجودين. ما اكمل لك؟ طيب اكمل لك يا جماعة خدوا بس يعني ايه يعني احنا مش عارف احنا عايزين متوتره توتر شديد جدا، مش عاوزين نسمع بعضنا البعض. احنا عايزين بس ايه نسمع بعضنا البعض ونراكم، ما حدش ليه اي تحيز انا موقف انه اي اسئله يتم تخبيتها واي اسئله انا اتفق يعني احنا انا شايف ان ما فيش هناك خلاف في الرؤيه والهدف التي يعني يطلق، لان انا بدات بيه ان لابد من تطهير لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات، لكن انا عايز اشرح لك التطهير ده في ايه. وانا لو استخدمت بقى في يعني لو مسكت وزاره الداخليه كمثال، وزاره الداخليه انت هتلاقي ان في افاعة موجوده في كل طبقه من الطبقات. انك انت يعني التطهير البعض بيطرحه وبيأخذ صورة إسقاط المؤسسة بيعتريه خطورة بالغة على الثورة في ذاتها. بمعنى ايه؟ بمعنى ممكن واحد يقول لك ده انت الوزارة دي مليانة من رأسها لسسها فساد، ومليانة أفاعى في كل جزء فيها في مفاصلها كلها، فيقول لك البديل إسقاط المؤسسة. اسقاط المؤسسة عايز اشرحه لك بقى. اسقاط المؤسسة يعني بالحتم والالزام ان يحل الجيش والقوات المسلحة محل المؤسسة الامنية في وقت اطراف البلد ملتهبة، جهة الشرق والغرب والجنوب، ولعل ذلك المسلك هو المراد الوصول إليه، ليس لإفشال الثورة ولكن يعني تحطيم الوطن كله. حضرتك إذا نظرنا إلى الشعب المصري، الى الوطن العربي كله، الوطن العربي ليس هناك جيشا موجود
في الوطن العربي الا الجيش المصري مع اقرارنا. ايوه يا فندم انا عارف. مع اقرارنا ان هو ادواته ضعيفه. اكمل بس يا جماعه لو سمحتوا. الجيش العراقي انتهى، الجيش السوري انتهى، الجيش اليمني انتهى، الجيش الليبي انتهى. لا يوجد في الوطن العربي مع اقرارنا بان هو يمتلك ادوات في غايه الضعف الجيش المصري وحده. الجيش المصري لو انشغل بالداخل اطرافك ملتهبه. من ناحيه الشرق عندك اسرائيل، واسرائيل لها طموحاتها. جهه الغرب عندك ليبيا وعندك السلاح. انا لسه بقول لك ناحيه الجنوب اخبرك ان الاسلحه المضبوطه في داخل مصر التي هربت من جهه الغرب كان بعض انواع هذه الاسلحه هي صواريخ مضاده للطيران بتحمل على الكتف. انا بقول لما واحد تاجر سلاح بيجيب نوعيه السلاح دوت وبيدخلها مصر، يا ترى بيدخلها عشان ايه؟ هل هو بيجيب السلاح ده عشان يعني يبتدي يديه للبلطجيه؟ لما واحد بيهرب جوه مصر سلاح مضاد للطيران صواريخ تحمل على الكتف، دي يعني مشكله كبيره. الجنوب في شمال السودان ملتهب، يبقى انت بتتكلم على اطراف ملتهبه. لما اجي اعمل على اسقاط المؤسسه الامنيه بقول للجيش تعالى، بقول لاطراف مصر تعري كلك، انا معرض البلد لخطوره بالغه. لكن يعني انا متفق معاك ان لو لابد من اصلاح او تطهير المؤسسات الدولة، وانا اعطيتك مؤسسة واحدة وهي المؤسسة الامنية، لابد ان يتم فيها التطهير وليس اسقاط المؤسسة، وهناك فرق بالغ وشاسع بين الاصلاح وبين الاسقاط. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لدور الاول استاذنا الكريم اللي تحدث عنه، يعني احنا كل اللي ذكرته حضرتك فيما يتعلق باصلاح منظومة الاجور واصلاح منظومة المعاشات، وده الامر دوت طبعا ده هدف استراتيجي لكل القوى السياسية، مش هقول لك القوى الاكثرية او الاغلبية اللي موجودة في المجلس. دي من الحاجات المتفق عليها في المجلس بجميع يعني انتماءاته واطيافه، ان هو تحسين منظومة الاجور ووضع حد ادنى وحد اقصى للاجور. ولكن زي ما انا برضو بقول لحضرتك ان الدور الفعلي لمجلس الشعب، وانا يعني كنت يعني استباقا لان توقعي يعني بعض الامور اللي هي ممكن تكون مختلطه على المستمعين، لما جيت وضحت على في المحاضره ان الدور الفعلي للبرلمان لا يكون على ارض الواقع الا بعد بيان الحكومه، عشان اوضح ايه السبب اللي لغايه دلوقتي اللي الناس شايفه ان مجلس الشعب لم يتخذ الاجراءات الكافية والتي تلبي الطموحات. لكن في جزء تاني برضو حضرتك موجود الناس مش مطلع عليه، اللي هو بيسموه مطبخ المجلس. اللجان كلها بتعد مشاريع قوانين هتطرح في وقتها، بتاخد وقتها لان القانون مش لن استطيع ان انا يعني اعده في يوم وليلة ولا في اسبوع، لا ده في عندنا 19 لجنة في مجلس الشعب. اللجان دي بتنعقد يعني في جميع ايام الاسبوع، حتى في الايام اللي ما فيهاش جلسات بتنعقد فيها، وايام الجلسات بتنعقد قبل انعقاد الجلسه وبعد انعقاد الجلسه. كل دورهم ان هم بيقوموا باعداد منظومه كبيره جدا من الخطط والاصلاحات اللي هي هتقدم للحكومه، ولكن ده لازم يكون بعد بيان الحكومه. احنا في بنعاني من مشكلة هتبقى بنقابلها، ان 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 يقينا في 30/6 في حكومة جديدة موجودة. الحكومة دي برضو هتقوم بنفس الدور ان هي هتلقي بيان، فالوقت فعلا غير يعني مسعف للي احنا نستطيع اللي احنا نخرج او اللي هي الصناعة التشريعية اللي احنا نستطيع ان نقدمها للمجتمع. الظروف اللي احنا بنمر بيها
في مسألة الحكومة المؤقتة اللي هي والحكومة اللي هي هتأتي بقى هتأتي يوم 30/6. فعلا احنا بنعاني من هذا الوضع معاناة يعني كبيرة جدا، ولا نستطيع ان احنا نلبي الطموحات اللي احنا يعني والامال اللي كانت عندنا والطموحات اللي موجودة لدى الشعب المصري، احنا نستطيع ان احنا نلبيها فيما يتعلق بمنظومة الاجور والمشاكل اللي بيعاني منها المجتمع وحل مشكلة البطالة، لان احنا بنتكلم على سياسة موجودة. السياسة دي سياسة طويلة الامد، حكومة الجنزوري لا تستطيع ان تتقدم الا ببيان وبرنامج في لمدة 3 شهور او 4 شهور، فمش هيتناسب مع اللي احنا عايزين نطرحه واللي احنا عايزين نعدله في المستقبل. بالنسبة لدور مجلس الشعب في تطهير المؤسسات، يعني ذكر يعني انا سمعت مش فاكر مين اللي قال بالظبط ان في يعني دول 30 قيادة ممكن تشال. لا، انا هنا عندي 36 قيادة، انا معايا هنا هو 77 قيادة امنية مفروض ان هم يتشالوا من وزارة الداخلية عشان الاحوال تنصالح. هنط كده على سؤال بسرعة، كان حد طرح فكرة اللي هي خريجي كلية الحقوق ان هم يقوموا بدور المؤسسة الامنية. انا عايز برضو اقول لصاحب السؤال ان هناك يعني فرق في بين القيام بالحالة الامنية الان والحل اللي انت بتطرحه. اللي انت بتطرحه دوت ده يعني جزء صغير جدا نستطيع من خلاله اللي احنا يعني نصلح المنظومة الامنية. انا بس هقول لكم ايه الفكرة اللي موجودة عشان نطهر المؤسسة الامنية. المؤسسة الامنية عشان نطهرها عندنا يعني 77 قيادة امنية بين لواء وعميد اللي هم محسوبين تماما على النظام السابق، اللي هم يعتبروا اتباع لحبيب العدلي واللي هم اتباع لحسني مبارك، جزء منهم كده، والجزء الاخر اللي هم القيادات اصحاب الايدي المرتعشه اللي هم الان يقفون موقفا سلبيا في معالجه الازمات المطروحه. فالخطوه الاولى اللي احنا لابد اللي احنا نستغنى عن هذه القيادات واعطاء حقوقها كاملا، نقول لهم شكرا انتوا استمريتوا بقالكم فتره طويله، ياخدوا كافه حقوقهم الماليه ويتنحوا جانبا، يتولى قيادات شابه مكان هؤلاء القيادات. الحاجه اكمل بس يا جماعه اكمل يعني ده من داخل جهاز الشرطه. الحاجة التانية، النقطة التانية اللي احنا نقدر اللي احنا نصلح بيها المنظومة الامنية ونصلح بيها ونطهر بيها وزارة الداخلية، هي اصلاح منظومة الاجور داخل وزارة الداخلية، لان دي احد الاسباب الكبيرة والدافعة لمسألة الفساد اللي موجود في المنظومة الوزارة الداخلية فيما يتعلق بالضباط وبأمناء الشرطة والجنود والافراد. لابد يعني انا عشان اقضي على الفساد المالي اللي موجود في هذه الوزارة، الفساد الاداري اللي موجود في هذه الوزارة، لابد من لنا يعني اصلح هذه المنظومة حتى يعني اضع الافراد هذه المؤسسة على الطريق الصحيح لاستقامة السلوك في التعامل مع الجماهير. الحاجة التانية، لابد من تحقيق العدالة في الأجور اللي أنا أحب اللي أنا أعرفكم عنه يعني وألفت نظركم له في المؤسسة الأمنية، أن الرواتب تكون طبقا للمكان وليس طبقا للرتبة. يعني ممكن يكون عندك مقدم موجود في جهة معينة راتبه 4 أضعاف أو 5 أضعاف لواء موجود في مكان آخر، وده بيسبب نوع من أنواع الخلل الشديد داخل المنظومة الأمنية. أيضا فيما يتعلق بإصلاح العقيدة الأمنية، لابد اللي احنا يعني ننتبه إلى هذا الأمر، وإن يقوم أساتذة العلوم الإنسانية بوضع العلوم الإنسانية في داخل العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بداخل مقررات كلية الشرطة لإصلاح العقيدة الأمنية التي كانت تقوم على التعسف والظلم والطغيان والاستبداد على أفراد المجتمع الذي يتعاملون معه، فلابد أن أنا أغير في هذه العقيدة. وأيضا لابد أن أنا من ضمن الإصلاح في هذه المنظومة الآن جميع الضباط المتهمين في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين أو في قضايا فساد، لابد من إبعادهم عن العمل تماما مع إعطائهم رواتبهم حتى يصدر حكم قضائي بشأنهم، لأن هم بيقوموا بدور كبير جدا في طمس الأدلة وفي طمس الحقائق وتزييفها.
ايضا لابد من وضع يعني تخفيضا للنفقات المنفقة وتحقيقا للحفاظ على مكتسبات الثورة، لابد ان يكون في داخل كل قسم شرطة موجود وكيل نيابة في هذا القسم، بدل من انتقال المتهمين الى المحكمة والنيابة، والدولة بتتحمل نفقات كبيرة جدا في المجهود والحراسة والاموال اللي تصرف لتأمين هؤلاء المواطنين. لابد ان هو يكون هناك في كل قسم شرطة ضابط استعلامات يستطيع ان يتعامل مع المواطن. ما يصحش ان المواطن لما يدخل قسم الشرطة اول واحد يقابله المخبر اللي واقف على الباب يقول له انت عايز تروح فين وتقابل مين وعشان ايه وياخد منه رشوة. لابد ان يكون هناك ضابط استعلامات يتعامل مباشرة مع المواطن. لابد ايضا ان انا استغنى عن نظرية ان يكون الفرد الموجود في مؤسسة وزارة الداخلية ان هم يعني لا يتم السياسة المعمول بها ان هم دايما بينتقوا الافراد الجنود الذين لا يحملون مؤهلات ويعني بيتصفوا او يتسموا بالامية، لا يستطيعون القراءة والكتابة. هذه النوعية من الافراد لا شك ان هي بتساعد على الخلل في التعامل مع الجماهير ومع المواطنين وبتسبب كثير من الازمات. لابد من الاتجاه الى يعني اذا كان المبدا مساله قضاء الخدمه الالزاميه في التجنيد في مؤسسه العسكريه او في مؤسسه الشرطه، فلا مانع اطلاقا ان نتجه في الاستعانه الى الافراد الذين او المواطنين الذين يحملون مؤهلات متوسطه او فوق متوسطه لاداء الخدمه الالزاميه في المؤسسه الامنيه ليكونوا اكثر قدره على التعامل مع الازمات والتعامل مع المواطنين. لابد من ترك ضباط البحث الجنائي يمارسون دورهم، لان اللي بيحصل في وزارة الداخلية اللي هم بياخدوا ضباط البحث الجنائي في عمليات التأمين المختلفة، فلابد من اعطاء كل قسم من اقسام جهاز الداخلية بالوظيفة المربوط عليها والمهمة اللي هو يعني مكلف بها، لان ده بيعود بخلل كبير جدا في استقرار الامن بداخل مصر. دي بعض يعني الملحوظات لو احنا عايزين نتكلم على عملية تطهير وعملية اصلاح للمنظومة الامنية. طبعا لابد من ازالة كل العوائق وان يكون كل افراد الشعب عندهم نفس الفرص في دخول كلية الشرطة، لا يكون الدخول في الكلية بناء على المحسوبية وبناء على الواسطة وبناء على الرشاوي. اعطاء هذه الفرصة امام جميع افراد الشعب المصري كما يحدث في جميع الكليات. من هنا نستطيع ان نقول ان احنا نكون على طريق اصلاح المنظومة الامنية واحداث التطهير داخل المؤسسة الامنية. وهذا الطرح يختلف كلية عن الكلام عن هدم المؤسسة الأمنية أو إلغاء المؤسسة الأمنية الحالية وإنشاء جهاز جديد. ده هيعرض يعني الوطن لخطر كبير جدا. وأعطي لحضرتكم أمثلة يمكن كلكم سمعتم عنها، يعني ما يمارسه بعض البلطجية في كثير من المناطق وكيف يعني يخرجون في جماعات إلى بعض المناطق يصيرون الذعر والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. مسألة إسقاط الأمن ده يحول البلد إلى حالة يعني شديدة جدا من الفوضى وعدم الاستقرار، وبخاصة إذا علمنا أن هناك كم كبير ما زال مطلق الصراح من المسجونين الهاربين من السجون اللي هم عليهم أحكام بالإعدام أو أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة، ما زالوا خارج الأسوار يعيثون في الأرض فسادا. اللي يملك هذه الخيوط كلها هم ضباط المباحث الموجودين حاليا، فيعني حل هذه المشكلة مشكلة يعني كبيرة جدا. هل مجلس الشعب قام بالدور الواجب عليه تجاه مذبحة سوريا؟ أنا بقول إن بالنسبة فيما يخص مذبحة سوريا أو الوضع القائم في سوريا، الوضع ده طبعا أنا غير راضي إطلاقا عن موقف مجلس الشعب الذي كان ينبغي أن يكون تجاه هذه المذبحة. ولكن يعني أنا دون الخوض في تفاصيل إن مازال الوضع في التعامل مع سوريا وضع يعني سيء جدا سواء على مستوى الدولة ككل. يعني أنا برجع بالذاكرة إلى ثورة 25 يناير ومدى الدعم المعنوي الكبير الذي كان يلقاه المجتمع المصري والشعب المصري حينما كان يسمع بتأييد دولة من الدول لهذه الثورة والوقوف خلفها والوقوف بجانبها معنويا وماديا.
كان له أثر كبير جدا في استمرار هذه الثورة. أظن أن مصر إلى الآن كدولة لم تقم بهذا الدور تجاه الشعب السوري. كان هناك الكثير من الوسائل في يد الدولة المصرية من القيام بها في تأييد وتدعيم الثورة السورية، أقل ما كان من يعني يمكن تقديمه ولم يحدث إلى الآن. على سبيل المثال وليس الحصر، مثلا إعفاء الطلاب السوريين في الجامعات المصرية والمدارس المصرية من المصروفات الدراسية اللي هم بيقرشوا بسببها من الجامعات والمدارس، في حين أن إحنا نعلم جميعا أن الحوالات لا يمكن أن تصل إليهم بظل الوضع الحالي، أن في نسبة كبيرة جدا من الشعب السوري موجودة داخل مصر، لابد أن يلقوا الدعم المادي الحقيقي والمساند لهم. أيضا لابد من كان أن يكون هناك لمصر دور حقيقي في حل مشاكل السوريين العالقين على الحدود سواء مع ليبيا أو مع تركيا. لابد أن يكون هناك تدخل قوي من الدولة المصرية مساندا لهؤلاء المواطنين السوريين في الحدود المختلفة مع الدول المجاورة لسوريا. لابد أن يكون هناك يعني تأييد معلن من الدولة المصرية أكثر مما هو موجود الآن، والبحث عن كل الوسائل التي من الممكن أن نستطيع أن ندعم بها الشعب السوري، وده يعني رأيي في المذبحة السورية. أيضا خريج النائب زياد العليمي وأنور البلكيمي، طبعا أنا يعني كطبيعة شخصية لنا أحترم العمل المؤسسي جدا. سيادة النائب المحترم زياد العليمي هو معروض الآن على لجنة القيم اللي أنا برؤسها أيضا. نعم لا، أستاذ مصطفى بكري تقدم باعتذار عن الاستمرار في اللجنة حتى الانتهاء من قضية النائب زياد العليمي، لأنه هو الذي طلب إحالته أو كان سبب في إحالته لجنة القيم، فاعتذر عن الحضور في اللجنة حتى لا يكون مشاركا في إبداء رأي في هذه المسألة، وده مسجل في محضر الجلسات وأحيط به علما النائب زياد العليمي. فأنا طبعا لا يمكن أن أنا أتكلم في مسألة معروضة على اللجنة ولم ننتهي منها إلى الآن. نحن يعني ما زال هناك جلسة أو جلستين للجنة. أعطي الأستاذ زياد العليمي فرصته كاملة في الدفاع عن نفسه وفي إبداء جميع الدفوع التي تقدم بها للجنة. خد حقه التام والكامل في الاستعانة بأحد أعضاء المجلس، وأعطى مرافعة عن الأستاذ زياد لمدة ساعة تقريبا. فيعني اللجنة درست هذه الدفوع ودرست اللائحة جيدا، وما زالت يعني هناك جلسة للتداول حول هذه الواقعة، وسوف يكون هناك يعني إن شاء الله يعني قرار غالبا خلال الأسبوع القادم. فده اللي ممكن لنا أتعرض له في حادثة النائب زياد العليمي. ولكن الذي يعني أود أن أقوله إن اللجنة لا تمثل، ليس فيها اتجاها معينا ممثلا بغالبية. اللجنة فيها أعضاء من الحرية والعدالة، فيها أعضاء من حزب النور، فيها أعضاء من حزب الوفد، فيها أعضاء مستقلين، فيها أعضاء من الحزب المصري الديمقراطي اللي هو بينتمي إليه النائب زياد العليمي. وأظن يعني أن اللجنة ستتوصل إلى قرار عادل فيما يخص الواقعة. لا يستجيب لأي تأثير سواء كان تأثير إعلامي أو سياسي، سواء كان إيجابيا أو سلبيا. لا يمكن اللي احنا يعني نتعامل مع هذه الواقعة إلا في حدود اللائحة التي نتعامل وتحكم عمل المجلس. أما فيما يخص النائب أنور البلكيمي، النائب أنور البلكيمي هو نائب من نواب حزب النور، ارتكب واقعة من وجهة نظر الحزب وهي وجهة نظري أيضا، وأنا يعني أدافع عنها تماما. ارتكب واقعة تمس بهيبة وسمعة النائب أو أعضاء مجلس الشعب، وارتكب فعلا يؤدي إلى اضطراب الأمن العام والتأثير على الأمن العام المصري بصفة عامة، لأنه يعني قال على غير سبيل وعلى غير الحقيقة أو ادعى شيئا على غير الحقيقة، أدى إلى زعزعة
وإثارة البلبلة في الرأي العام المصري، ويستحق عقابا على ذلك. والذي الإجراء الذي ترتب أن حزب النور فصلوا من الحزب وتقدم بطلب إسقاط عضوية، واللائحة تقول ذلك أن في 5 أعضاء المجلس. نعم طلبوا تقدموا بطلب اسقاط عضويه، وايضا النيابه العامه على فكره اخذت نفس المسلك وارسلت طلب رفع الحصانه عن النائب. نحن نتعامل مع في هذا الامر سواء كان نائبا يخص حزب معين او حزب يتفق معنا او يختلف معنا، ليس له اي نوع من انواع التقدير. يعني انا ازعم ان اللجنه بتعمل بمنتهى الشفافيه والنزاهه، وبتتعامل مع جميع الاعضاء بصفاتهم اعضاء في مجلس الشعب، ولا تقسم الاعضاء بناء على انتماءاتهم السياسيه او الحزبيه. السؤال الخاص بمكتبة اسكندرية او دور مجلس الشعب في تطهير المكتبة. احنا يعني انا تكلمت على اجل يد مجلس الشعب من ناحية التشريعية، مسألة اتخاذ القرار فيما يخص مكتبة اسكندرية. المجلس لا يملك الا اعطاء التوصيات وابداء الرأي وممارسة الضغوط على الوزير المختص والجهة المسؤولة. ويعني ما زال لجنة الثقافة والإعلام والسياحة لها يعني برنامجها في هذا الأمر، وعطت توصيتها وبتعمل على تحقيقها. وده يعني من العيوب الموجودة الآن أو المعاني منها، اللي هي الفكرة اللي موجودة عند المواطن المصري الآن أن مجلس الشعب يستطيع بعصا سحرية أن يمارس الاختصاص التشريعي والاختصاص التنفيذي والاختصاص القضائي، وهذا على غير الحقيقة. بالنسبة للمسؤولية السياسية للمجلس العسكري، رئيس المجلس العسكري والمشير طنطاوي هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية، أو هو بيكون مكان رئيس الجمهورية. احنا نتكلم على ان في الاخر بيحكمنا دستور ولائحة لا تعطي الحق في اعلان دستوري، لا يعطي، لا ما هو يعني اللي بي طيب نعم لا تعطي الحق لمجلس الشعب في مساءلة رئيس الجمهورية حتى في ظل الدستور السابق. ليس من حق مجلس الشعب ان هو يسائل رئيس الجمهورية في ظل الدستور السابق، وايضا في ظل الدستور الحالي ليس هذا الامر موجود. يعني بالنسبة لحق التظاهر، هناك فرق بين اختار الجهة الادارية وبين موافقة الجهة الادارية. يعني الجهة الادارية ليس لها حق في رفض او الموافقة على التظاهر، ولكن الجهة الإدارية تختار. ليه بتختار الجهة الإدارية؟ إن اختار الجهة الإدارية يعني أمر بنحتاجه، لأن مفروض إن أي اعتصام، وأظن إن ليس هناك أو تظاهر، مفروض إن هو لا يعطل مصالح حيوية للمواطن المصري، وده اللي نص عليه القانون، أن هناك يعني ثلاثة حقوق للمواطن المصري أو مصالح المواطن المصري لا يمكن بأي حال من الأحوال إن هي تعطل، بل نص عليها بتجريم الاعتصام الذي يؤدي إلى خلل في هذه الحقوق الثلاثة أو المصالح الساهات الثلاثة، وهي هيئة الكهرباء والكهرباء والمية والنقل العام. دول ثلاث حاجات يعني من الخطورة بمكان ان يهدد فيهم المواطن او يتعطلوا، لان هي تؤثر على حياة المواطنين كلهم. اختار الجهة الادارية لا شك ان هو برضو بيبقى له دور في حماية الرعاية الصحية اللي موجودة، وده امر اظن برضو احنا نختلفوش عليه، ان لو في تظاهرة معينة او في اعتصام لابد ان احنا نمكن المواطن ان هو يحصل على هذه الاحتياجات، وايضا توفير الاحتياج له الخاص بالعلاج والصحة. فده بيحتاج من الجهة الإدارية ان هي مثلا تغير مسار المرور او طرق بديلة، بحيث ان هي لا تتعطل مصالح المواطنين اللي هم ليس لهم رغبة في التظاهر او في الاعتصام، وايضا تحقق نوع من انواع المحافظة على الحقوق التي ألزم بها القانون بتوفيرها للمواطن المصري. اما مسألة ان يعاقب بالمسألة دور العبادة،
ان هناك فرق بين ان يكون دور العبادة المسجد هو المكان الذي تنظم فيه المظاهرة والاعتصام، وبين ان يكون المظاهرة مكانها اللي هي هيكون موجود فيه امام مثلا مسجد الجامع ابراهيم او امام مثلا مسجد الجابر، دي منفصلة عن دي تماما. واظن برضو اللي احنا ده مش موضع اختلاف، اللي احنا نقوله اللي احنا الجامع هيكون هو المكان اللي يتجمع فيه المظاهرين المتظاهرين، ولكن من الممكن اللي انا اقول والله من المظاهرين هيتجمعوا في محطة الرمل امام مسجد الجامع ابراهيم او الشارع اللي خلف مسجد كذا، في فرق بين الاثنين. فحضرتك اللي تعرضت له ان هو يعني كأن اللي هو بيقول ما فيش مظاهرات من ناحية امام المساجد ديت، لا ده اما بالنسبة للنائب مصطفى بكري لماذا لم يحال الى لجنة القيم، ان الطريقة يعني اللي انا عايز برضو انقلها لكم، ان بالنسبة للنائب زاد العليمي قبل ان يحال الى لجنة القيم كان هناك معه مفاوضات مكثفة لتقديم اعتذار وتحاشي العرض على لجنة القيم او التحويل الى هيئة المكتب، بذلت معه محاولات يعني عديدة لتقديم اعتذار وتفادي هذا الامر، ولكن هو يعني كان هناك رفض شديد لمسألة الاعتذار. نعم بس بعد اذنكم يا جماعة كده يعني صعب ان احنا نكمل بهذه الطريقة يعني. رجاء يعني اكمل. فكان قرار الإحالة هو قرار المجلس الذي رفض الطريقة التي قدم بها الاعتذار أو الذي أصر على تقديم الاعتذار بشأنها. أما في حالة الأستاذ مصطفى بكري هو يعني تكلم بطريقة تخص الدكتور البرادعي، وهو في حقيقة الأمر لم يوجه له الاتهام بالعمالة الأمريكا أو الخيانة، ولكن الاتهام كان بمساندة من هم متهمين بالعمالة الأمريكا. لعل ده في برضو إسقاط عليه ممكن يسيء للدكتور البرادعي، ولكن قرار الإحالة على لجنة القيم ده كان طلب من بعض الأعضاء يتوقف على موافقة المجلس، والمجلس رفض ان هو يعتبر هذه الصيغة سببا لإحالته للجنة القيم، لأن هناك فرق بين شخصية البرادعي والمشير من ناحية. طب أكمل يا جماعة أكمل طيب لا انا ما قلتش كده، انا لسه كملتش كلامي. لا انا ما كلمتش ما قلتش كده. اللائحة بتقول الاهانة التي توجه الى المؤسسة الدولة او الى من يمثلها. لا مؤسسات الدولة يعني ما انا بكمله ان يعني مثلا الاهانة التي وجهت للشيخ حسان لم تكن موضعا للحديث في مجلس الشعب، لان الشيخ محمد حسان لا يمثل مؤسسة في الدولة، وكذلك الدكتور البرادعي لا يمثل مؤسسة في الدولة، ولكن المشير الطنطاوي يمثل مؤسسة في الدولة. الايه اللائحة اللي هي بتحكم. لحظة اكمل يا جماعة يعني ايه ليه احنا يعني بنرفض الاستماع الى الاخرين؟ يعني حضرتك انت يعني عندك فكرة ومش عايز تسمع غيرك، اسمع الفكرة الاخرها. ليس في ذلك اعتداء على او ليس فيه طعن في العدالة، لان من حق الدكتور البرادعي ان هو يلجأ للقضاء ويحرك دعوة قضائية الى ضد مصطفى بكري، من حق الشيخ محمد حسان ان هو يحرك دعوة قضائية ضد زياد العليمي، ده القانون كفله بذلك، ولكن اللائحة التي تحكم عمل مجلس الشعب هي التعرض للإهانة الموجهة لأحدى مؤسسات الدولة أو من يمثلها، ففي فرق كبير. ليس معنى ذلك أن ده عدالة، لا ده احنا بنتكلم على اختصاصات المجلس. يعني أنا في كمجلس لست مختصا بأن عدو مثلا يتعدى بلفظ على عدو آخر، أنا في الحالة دي أو على مواطن، المواطن ده ممكن يلجأ للقضاء، النيابة بتتقدم للمجلس بطلب رفع
الحصانة ده الإجراء الطبيعي في أي فعل يصدر من عضو مجلس الشعب في يمس مواطن لا يمثل هيئة له إجراءه القانوني اللي هو كفله له القانون إن هو يتخذه في استفاء حقه من العدو اللي هو وجه له إهانة. ولكن نحن نتكلم بصدد مسألة محددة وهي إهانة المؤسسة أحد مؤسسات الدولة، وهذا فرق كبير بين الشيئين وبين الشخصيتين، ليس من حيث التقدير أو من حيث الاحترام بل من حيث التمثيل لمؤسسة موجودة في الدولة. بالنسبة للسؤال الخاص باللجنة التأسيسية للدستور والتمثيل الضعيف للمرأة والمسيحيين وان ده تمثيل ضعيف في المجلس، ولذلك انا قلت ان الرأي اللي هو غالبا حيتبناه المجلس ان يكون هناك يعني تمثيل من داخل المجلس وخارج المجلس لمعالجة هذه النقطة اللي حضرتك تكلمتي فيها. بالنسبة للجنة التأسيسية المعايير والضوابط، ده الأعضاء اللجنة المشتركة هي اللي هتقوم بتحديد هذه المعايير والضوابط اللي بناء عليها هيتم اختيار العدد اللي هو هيتفقوا عليه ممثلا من خارج البرلمان وممثلا من داخل البرلمان. ده لسه هيتفقوا على كده، فما نقدرش ان انا استبق حدث واقول ان لهم تمثيل ولا ما لهمش تمثيل، التمثيل ده تمثيل حقيقي ولا تمثيل عادل ولا مش تمثيل عادل، ما اقدرش اتكلم لان لسه الاعضاء الجلسة المشتركة بين اعضاء مجلسي الشعب والشورى هي اللي هتختار او هتضع المعايير والضوابط الخاصة بهذا الامر. بس أنا المسألة المقارنة بين الجيش المصري وتونس دي مقارنة ليست في محلها، لأن أنا بتكلم على مسألة حدود موجودة، مش بتكلم على عملية بناء مؤسسي في دولة ما، لا أنا بتكلم على نقطة محددة وهي انشغال الجيش المصري بالأمن الداخلي، ده ملهاش علاقة بمسؤول موضوع الجانب التونسي. أما مسألة إن إحنا بقالنا سنة وثلاث شهور ولم نشعر بشيء، انا ده يعني لا اتحمله كما انت لا تتحمليه، لان مجلس الشعب لم يكن موجودا في هذه الفترة عشان نقول ان ده بطء كبير موجود لم يعني يتحمله مجلس الشعب. مجلس الشعب يعني جلساته المدة اللي هو قاعد فيها احنا اللي احنا نقدر نحددها، احنا بنتكلم النهاردة في 15/3 يعني بتتكلمي في شهر 2 فقط لغير شهر ونص بتتكلمي او شهرين في عام المجلس، يبقى ما فيش يعني سنة وثلاث شهور دوت يعني امر انا مش مسؤول عنه عشان ارجو ارجو يعني انت خلاص حضرتك ووضحت وجهة نظرك يعني عشان نقول احنا عندنا 12 متداخل اخر يعني بالنسبة للوثيقة البريطانية اللي حضرتك اتكلمت عليها وقلت ان ده اعلنت لتسليح الجيش، انا قلت في كلامي ان اي موازنة لاي مؤسسة او وزارة او هيئة لابد ان تكون تحت الرقابة بما فيها المؤسسة العسكرية، ولكن فيما يتعلق بالامور التي ان نفرق بين الامور التي تتعلق ب يعني فيها لابد لها شيء من السرية اللي هي ممكن ان تعرض الامن القومي المصري للخطر، ان دي برضو تكون موجودة للرقابة، ولكن ليس لكل مجلس الشعب ولكن لبعض اصحاب الشأن، زي ما قلت حضرتك مثال ان رئيس لجنة الدفاع والامن القومي مثلا، رئيس خطة والموازنة، هيئة المكتب، او زي ما يتفق هيبقى عليها رقابة، ولكن الرقابة تنفعش تكون مفتوحة لكل الناس، لان ده في بعض الامور ممكن تعرض يعني امن الوطن لشيء من الخطورة. يعني المجلس اللائحة بتاعت مجلس الشعب دي عشان تتغير لازم يبقى فيه اعضاء مجلس الشعب هم اللي يغيروها، ما ينفعش تتغير غير كده، يعني لازم الناس تخش البرلمان وتخش المجلس عشان تبتدي تغير اللائحة وتغير القوانين، يعني ما فيش عندك الاداء اللي موجودة عشان تغير بيها القانون لابد انك تسلكها. طيب انا لو مشيت بنظرة حضرتك وان البرلمان ده صلاحياته مش كويسة انا مش داخله، طب هيتغير ازاي؟ هيتغير لوحده؟ لازم ان نسلك الادوات المتاحة لدينا لتغيير الوضع الخاطئ في المجتمع المصري، الوضع الخاطئ في بناء مؤسسات الدولة، الوضع الخاطئ فيما يخص الاختصاص التشريعي. انا بس يعني في النهاية اود يعني اللي انا يعني اعرب لكم عن سعادتي وسروري جدا بلقائكم، وانا يعني سعيد جدا والله اللي انا بلتقي بكم، وان شاء الله يعني هكون اشد حرصا على الالتقاء بكم مرة اخرى.